هذا الشيبس لازم اوصل خلال 24 ساعة الجاية الى قطر، تحديدا الدوحة، وانا حاليا في الرياض ولازم ادور على الشيبس واعرف من هذا الشخص المجهول اللي يبغى الشيبس مني. تابع المقطع عشان تعرف هل قدرت اوصل الشيبس ولا لا. انا عندي صديق طبعا سافر برا السعوديه من فتره، ايوه، فانا كتبت رساله انه اعطيها له وفيها طبعا مفاجاه. ايوه طيب دقيقه خلينا نشوف المقطع. انا ارسل المقطع. هلا طلال، هلا، شلونك؟ ان شاء الله بخير. كنت بسألك، تذكر يمكن نروح الدكان زمان ونروح نجيب تسالي في السعودية؟ انا الحين في الدوحة، صار لي يعني فترة مو شايفة في الدوحة، فلو تعرف اي حد جاي الدوحة والله اكون ممتن لك لانه وايد مشتهي. طبعا هو يبي لي تسالي، طبعا تسالي في الدوحة عندهم مكتوبة طبعا لانه هو بس هنا ينفج، فكرت اني اخليها له كمفاجأة بدون ما اقول له انه في احد جاي واجيب له تسالي. تسالي احلى عالم. ماشي ماشي. انا حوصل الطلب، هروح اسافر واوصل لك التسالي. طب وين التسالي؟ يعني اروح اجيب التسالي. عندنا مهمة، المهمة الأولى نجيب له تسالي، المهمة الثانية نروح قطر، المهمة الثالثة نوصل له التسالي، والمهمة الرابعة نوصل له الرسالة. فتابع المقطع الأخير وشوف إذا راح أسويها ولا لا. فايش تتوقع أسويها؟ إن شاء الله إني أقدر أسويها، أنا داري. أبشرني، ما طلبت الله كفو. واقرب طياره، خلينا نشوف اقرب طياره بكره الساعه 3 العصر حتقلع الطياره، يعني ما معنا وقت. طب تسالي تعرف وين اجيبه؟ اي دكان ولا اي بقاله موجود. متاكد؟ اي اكيد، اي مكان موجود. خلينا نروح عند تسالي. بسم الله. يا هلا والله. شباب، انا في الصين، اللوكيشن طلع غلط حق ان الطيار مقرر ينزلنا في الصين. شوفوا كل محلات صينيه، فللاسف وصلنا الصين. شباب اسمع، في ناس يعرفوا اني كذاب. انا لسه في الرياض، هذا السوق الصيني الجديد اللي فتح، فرايح اسال الناس وين ممكن الاقي تسالي احلى عالم. نسال الصينيين. يا شباب حنروح عند اول محل صيني. يو واتساب برو، كيف الحال؟ I'm doing YouTube video. Yes, awesome. I want to ask you, do you know what is تسالي؟ شيبس تسالي. What? شيبس تسالي. Chips, I don't know. Chips. Oh, eat. Yeah, yeah. Oh, okay, I know. You know where is tasali? Where can you find tasali? I don't know. No problem. Tasali. Thank you. No problem, bro. Okay, thank you. 欢迎来到龙城购物，谢谢。الله عليك، شكرا سلام. اول واحد ما لقينا عنده شيبس تسالي. يا اخي شيبس ايش يعني شيبس في الانجليزي؟ شيبس ولا ايش؟ دقيقه خليني اشوف. طيب يا شباب، اخر محل، والصراحه هفقد الامل وهروح اكلم خوي طلال، بس خليني اشوف هذا. السلام عليكم. هالكاميرات في ناس. تعالي. هلو، هاو ار يو؟ واتس يور نيم؟ ماي نيم از فيكي. فيكي، اوكي فيكي. اي ونت تو، يو نو وير از تسالي شيبس؟ نو، ام نوت شور. تسالي؟ اي دونت نو، سوري. يعني انا نفسي افهم الصينيين كيف ما يعرفوا. اوكي طيب، از ذير اني ستور اور سوبر ماركت اي كان جو تو؟ There is a Panda and there is a bigger supermarket you can go to there. Okay, thank you. خلينا نروح نشوف وين قالت وندور وين التسالي. والله لا أوريك يا طلال. يلا بسم الله. شباب هذاك السوق اللي هناك اللي قالت عنه الصينية، فراح نروح ندور ونشوف تسالي أحلى عالم موجود ولا لا. فيلا أنسى لك الاشتراك، ولازم نلحق عشان الطيارة ونظبط أغراض ونظبط كل حاجة. وتحية أحلى صين، ونيهاو، ولايك سبسكرايب، ويلا. شباب دخلنا، ما ادري كيف دخلنا بس دخلنا. فخلينا ندور الشيبسات، ما ادري وين الشيبسات، المكان مره كبير، فانا خايف اقبع وانا قاعد امشي على الارض. الشيبسات هناك، خلينا نروح نشوف الشيبسات. زي ما شفتوا ما لقينا الشيبس، ما في ولا نوع من الشيبس، فشكل الشيبس من جد منقرض ومو ملاقينه بولا مكان. بس في مكان ثاني راح نروح ندور فيه ان شاء الله نلقاه. والله مشكله لو ما لقيته ووصلته. طيب انا الحين في المكان الثاني وفي عربيه جديده، فالمفروض ان نلاقي الشيبس الاحلى تسالي في العالم على كلام الصينيه، فاذا ما لقيناه حتكون مشكله كبيره، وما ادري وين راح الاقيه اذا ما لقيته في مولين. فخلينا ندور. آه
زي ما تشوفوا احنا في قسم الشيبسات، بس للاسف انه ما لقينا الشيبس. ما ادري ايش الشيبس اللي طالبه هذا عبود خوي طلال. تسالي احلى عالم مو موجود في ولا عالم، فما ادري ايش. فالمشكلة انه اذا ما لقينا مشكلة كبيرة، يعني السفرة كلها على الفاضي وانا اريد احجز تيكيتات. فاتوقع عرفت الحل، في شخص واحد لازم اسأل وين تسالي، فخلينا نروح نسأله. طيب انت الشخص اللي كل الناس قالوا لي عنه وقالوا انك تعرف وين بطاطا تسالي، هل تعرفونه من جد؟ في البقالة اللي هناك. في البقالة؟ ما فكرنا في البقالة، متأكد؟ يعطيك العافية، خلينا نروح ندور بالبقالة. يلا وصلنا البقالة اللي قال عنها هذاك الولد اللي ما ادري ايش اسمه. فيلا خلينا ندخل نشوف وين تسالي احلى عالم. ايه قاعد تشوف اللي اشوفه؟ تسالي طلع من جد صادق، طلع من جد صادق. تسالي ادخل ادخل. وتسالي وتسالي وجراندايزر جراندايزر. اخيرا لقينا تسالي وطلعت الزبده عند الولد الصغير اللي قاعد تشوف المقطع. يعطيك الف عافيه. والصينيين طلع ما عندهم سالفه. خلينا ناخذ تسالي حرق فلفل حار، خلينا نحرقه عشان هو كان يتفلسف وخلانا نتعب. انا اوريك بسم الله نروح نشتريه ونروح نحطه في الشنطه عشان نقدر ناخذ. بس دقيقه، راح يطلع في المطار ولا ما راح يدخلوه؟ تكفى لا، هذه مشكلة ثانية، كل شوي مشكلة مع مشكلة، يا ساتر. طيب اتوقع انه المفروض يطلع بالمطار، ما ادري، بس اذا قعدت تتابع مقطع الحين انسى لك الاشتراك، تابع لاخر مقطع عشان تعرف اذا راح نوصل هذا التسالي ولا لا. فخلينا نروح نحاسب عليه. طيب هذا التسالي طلع كم سعره هذا؟ 6 ريال. هذا العشرة تفضل، والباقي جيف واي للمتابعين 4 ريال. شكرا. المفروض انا الاخر. اوكي يلا خلينا نروح. طيب هذا هو شيبس تسالي اللي راح نوصله قطر، تحديدا لعبود خوي طلال، وهذه هي الرسالة اللي كاتبها طلال. صراحة نفسي افتحها بس خليها لاخر المقطع عشان تعرف ايش فيها الرسالة. تابع المقطع الاخير ونشوف اذا راح نوصل هذا لعبود، وان شاء الله الجمارك او المطار يدخلوه. فهذه الشنطة تحط واحد كذا، تحط واحد كذا، واسمع بدون ملابس. هذه الملابس لا لا امزح، لازم ملابس يعني كم يوم. فبس كذا اقدر اقول احنا جاهزين لليوم، بكرة طيارتنا بإذن الله، فنشوفكم في المطار. السلام عليكم. أوكي يا هلا والله. أتوقع احنا في المطار ملك خالد، باقي على رحلتي أقل من ساعة، وحابب أقول لكم أنه دخلنا البطاطس. شكرا شكرا لكل شخص. دخلنا التسالي، فباقي على الطيارة ساعة، قاعد أحاول أصور لكم ريلز، أنزل لكم ريلز في انستغرامي وفي السناب شات وفي التيك توك هنا. فروحوا تابعوه، لا تنسوا لايك والاشتراك، وأتوقع إني كثرت كلام، خلينا نركب الطيارة. طيب شباب ضبطوني. هذا طيار شايفينه مصور وقاعد ومستكن، حتى سوينا ابجريد. خلينا اوريكم هنا الفيرست كلاس حقهم. اوكي الفيرست كلاس حقهم حلو لانه الطياره تقريبا ساعه، فهنا الكرسي مره كبير والمساحه حقت الرجلين مره حلوه. فخلينا نروح الدوحه وبسم الله. متنا. اوكي وصلنا قطر. وصلنا قطر، احنا في الدوحه في المترو رايحين لمشيرب. الصراحه مره تعبان، بس انه هذا المترو، خليني اوريكم. شوفوا هذا هنا ما في احد. خلينا نروح نتكي هنا فيما قبل ما اشقلب. اوكي اوف واضح انه خرافي. هذا راح يكون طريقه التنقل. نروح الفندق نظبط الاوضاع ونروح نوزع التسالي عند عبود. بس الصراحه تدري اني ما اعرف وين مكان عبود. طلال مرسل لي اياه ولازم اروح بدون ما يدري، فخلينا نشوف ان شاء الله خير. يا هلا والله. اتوقع انا صرت في الفندق، بس الشيء المهم بطاطس تسالي. نعم يا شباب، الساعه الحين 9 الليل، والرساله حق طلال كل all the way from رياض to قطر. والله تعبت. فوصلنا الفندق، ظبطت الوضع، فاتوقع الحين لازم نروح بيت عبود.
ما ادري اذا هو يدري اني جاي ولا لا، بس انا رايح لك عبود، هذول الاثنين راح يوصلوا باذن الله. اوكي احنا الحين في السياره منطلقين الى بيت عبود، جاني اللوكيشن الشباب طلال ارسل لي اياه، ومنطلق اروح اتصل له البطاطس شوفوا مخبيه ما شاء الله، يعني واضح انه حيشوف. اوكي زي ما تشوفوا احنا وصلت المكان اللي عبود ساكن فيه، عبود ما يعرف اني جاي، طلال كلمه قال له انزل تحت، انا قلت لطلالي خليه ينزل تحت وارسل لي اللوكيشن حقه عشان نعطيه الرساله، الرساله ما حد يعرف فيها ايش مكتوب ولا انا ولا انتم. الشبس شباب هذا اهم شيء في المقطع واخيرا راح نوصل له اياه، فاذا انت قاعد تتابع المقطع الحين انسى لك الاشتراك واخيرا نروح ندور على عبود يلا. طيب هذا المكان اللي ساكن فيه عبود، انا ما ادري ايش موطي صوتي، في مليون احد اتوقع هناك، عبود مو لحاله، عبود لحاله معليش، هناك في ناس، في شخص واحد قاعد هناك لحاله، فالواضح انه هذاك عبود، فخلينا نروح نشوف يلا. بسم الله ما ادري، اكتبوا في الكومنتات ايش تتوقع تكون الرساله، ان شاء الله ما اطيح في المسبح. يلا السلام عليكم، كيف الحال عبود؟ يا عبود انت مرسل لطلال مقطع ولا ما ادري ايش؟ ايه الحين ثواني شو نسولف، يعني هاي الكاميرا قاعدين نصور مقطع يوتيوب، عادي نصور صح؟ ايه عادي نصور، حتى لو قلت لا حصور. اوكي طلال قال لي انك قاعد تستنى هنا، وانت كنت قال لك انزل استنى صح؟ ايه قال لي استنى. طيب ما اعرف شو السالفه، حتعرف السالفه من وراء هذه الرساله، تفضل اقرا. اوكي اقرا بصوت عالي. ها زين زين يعطي العافيه طلال، الخطه شوي سيئه. هلا والله عبود، هذه الرساله لك خصيصا، ان شاء الله انك تمام. المقطع اللي ارسلت له رجعت لي ذكريات القديمه اللي كانت بيننا، وعلى طول تذكرت يمكننا نلعب كوره في المدرسه. أوكي. قبل ما سافرت قطر كانت ذكريات جميله، جيت ارسل لك هذه الرساله ومعها مفاجاه، تلميح شيء انت كنت تحبه واكيد بيرجع لك ذكريات من ذكرياتنا الجميله، واتمنى انك بخير، ودي رساله امتنان مني انا صديقك طلال، وان شاء الله تعجبك المفاجاه. اول شيء ثمز اب. اول شيء كيف تعرفت على طلال؟ كنت ساكن في السعوديه. اوكي كنا نلعب كوره وايد مدرسه، خلص مباراه ويسكر الملعب كنا ندش كنا نروح البقالة نجيب شيبس نجيب عصائر ونقعد في الملعب وناكل. كم لك سنة تعرفه تقريبا؟ يعني فوق 12 سنة. ولي 12 سنة يعني تقريبا كل السنوات. في مفاجأة هو كاتبها وخلاني أنا خصيصا أجيبها لأنه هي مو جبتها من الرياض لهني. أيوة لأنه ليش؟ لأنها مو موجودة في الدوحة، بس اللي قاعد يتابع المقطع هو يعرف، وأنا وطلال أنت ما تعرف، فحاول أتوقع أتوقع قال لك أعطاك تلميح هو، فأتوقع إيش هي؟ شيء مو موجود في الدوحة وأنتوا كنتوا كلهم كنتوا في السعودية. تسالي تسالي إيش؟ تسالي شيبس هاي. يا عم ايش تسالي؟ تخيل ادق مشوار من الرياض للدوحه عشان اجيب لك تسالي؟ اتوقع شيء مو موجود، شيء مو موجود، يعني اروح اجيب لك تسالي؟ مجنون انا. يعني واحد جاي من الرياض للدوحه سفر عشان يجيب لك تسالي؟ يا برو شنو ايفون يعني ولا شو؟ صحيح ايفون سقط لك تسالي، قلت لك تسالي.